بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في هذا الدرس عن البيبيتيدات والبروتينيات. مصطلح البروتين مأخوذ عن كلمة اليونانية ومعناها أن أي ذات الأهمية الأولى، والبروتينيات تعتبر من أهم الجزيئيات البيولوجية في الجسم، وهذا يجب أن نبدأ قبل بدراسة الأحماض الأمينية قبل أن نعرف البيبيتيدات والبروتينيات. الأحماض الأمينية هو الاسم يدل على أنها تحتوي على مجموعتين وظيفتين، مجموعة أمينية مكونة من NH2 ومجموعة ثانية اسمها كاربوكاسيلية، وهي مكونة من COOH كما هو مبين. أيضا أنها تتصل بذرة الكربون، وهذه ذرة الكربون مجموعة مختلفة مدونة بحرف R، وراح نشرحها في الدروس القادمة. طبعا لاحظ أن الأحماض الأمينية تختلف عن الآر في الفوسفوليبيدات، والبروتين الطبيعي يتكون من تقريبا 20 حمض أميني فقط. من هذه الأحماض الأمينية تتكون منها الخلايا، آلاف الخلايا، وأيضا تتكون منها آلاف البروتينيات المختلفة داخل الخلايا. والبروتين عبارة عن الأحماض الأمينية التي تقوم بوظائف هامة في جسم الإنسان. والبروتينات في جسم الإنسان والحيوان عموما تنقسم إلى قسمين. أول قسم بروتين وظيفي، وثاني قسم بروتين تركيبي. طبعا البروتين الوظيفي أما أن يكون بروتين هرموني أو يكون بروتين إنزيمي. والإنزيمات كلنا نعرف أنها تسرع من التفاعلات البيولوجية في الجسم، فبدون هذه الإنزيمات تقل التفاعلات داخل الجسم بدرجة كبيرة جدا. وبعض البروتينيات تقوم بمهام تركيبية أخرى، فيدخل البروتين مثلا في داخل الشعر أو داخل الأظفار في الإنسان. وأيضا البروتين هو أكثر مادة يعني موجودة منتشرة في جسم الإنسان، حيث يكون الألياف الموجودة في الأربطة، أربطة الجسم، كما أنه أهم المكونات العظام داخل العظام. فلو نقص كالسيوم مثلا، نقص ذا الكالسيوم في العظام، ممكن البروتينات تعوض عن نقص الكالسيوم في العظام، لأنها مهمة جدا وعندها قدرة خارقة في التعويض. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم فهمتم هذا الدرس بشكل مبدئي، وإن شاء الله راح نشرح الآر في الدروس القادمة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.